والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، مما جعلها محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبلة المشروعات التنموية الكبرى. وخلال استقباله وفود منحة نصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة، قدم الفريق ربيع عرضا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة، وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين أداء المؤشرات وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1,168,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 92% ليبلغ مستوى 17,806.60 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.31% ليبلغ مستوى 3,531 نقطة. شملت الانخفاضات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 63% ليبلغ مستوى 5,244 نقطة. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرارات لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى $73.84 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% وإلى $67.62 للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% لتصل إلى $2.32 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.98% لتسجل نحو $2.22 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام. أكدت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع حوالي 2,350,000 برميل يوميا أو 2.4% في 2023، ولم يتغير هذا فعليا عن 2,330,000 برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.